قال الجيش الإسرائيلي إن اثنين من جنوده أصيبا عندما فتح مهاجمون في شبه جزيرة سيناء المصرية النار على قوات إسرائيلية عبر الحدود يوم الأربعاء. وقال الجيش في بيان له إن المهاجمين أطلقوا نيران الأسلحة وصاروخا مضادا للدبابات على القوات الإسرائيلية من جهة مصر، وأضاف أن الهجوم وقع في منتصف الطريق تقريبا بين إيلات وقطاع غزة. وقالت مصادر أمنية مصرية إن القوات المصرية اشتبكت في وقت لاحق مع عدد من المسلحين يرجح أنهم هاجموا الدورية الحدودية الإسرائيلية، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في هذه الاشتباكات، ولم يصدر تعليق فوري من الجيش المصري. وينشط إسلاميون متشددون في سيناء، لكن يندر شن هجمات عبر الحدود. ودفعت المخاوف الأمنية وتدفق عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة إسرائيل إلى بناء سياج يمتد لمسافة 250 كيلومترا من ميناء إيلات على البحر الأحمر وحتى قطاع غزة على البحر المتوسط، واستكمل بناء السياج في عام 2012. وكانت هجمات إسلاميين متشددين ينشطون في سيناء قد أسفرت في وقت سابق من ذلك العام عن مقتل جندي إسرائيلي ومدني كان يعمل في بناء السياج الحدودي. ووقعت مصر وإسرائيل معاهدة سلام عام 1979، وتحاول القوات المصرية القضاء على الجماعات المسلحة التي تنشط في سيناء. خالد حسين، رويترز.